الشهيد إبراهيم كاظم. أي يعني ولادته بشي صعوب، صارت مشكلة عندنا عشائرية ومشت الزلم، ظلت الزلم بس أنا ظليت بالبيت تايه، حتى جهال هذول كانوا صغار عياد وجوال، أخذوهم خوالهم قالوا خاف تجي العدوان تقتلهم، بقيت أنا عند ولادة، وهاي توديت على مرت أخوي أخذتني الدكتورة جبت الحمد لله وشو ربيته بأيام الصعايب وأيام يعني مو مثل هسه. هنا لما كبر إبراهيم سجل بالمدرسة وربيته بأيام ضيم يعني صعبة، الدكتور ما أقدر أوصل، خاف يقتلون العدوان، خاف يأخذونه من إيدي، وبوله هنا موجود. يعني لما كبر إبراهيم صار بالمدرسة بالثالث متوسط، إبراهيم باللحظات مش المظاهرين أول يوم الجمعة ويوم السبت، إبراهيم جابوا يعني حرقة، يعني مين هو جهال حرقة، مين يا دولة، هو أخوه، أنت عراقي وهو عراقي، ليش يسد المكتب عليهم تحركهم المظاهرين، يظهرون من حقهم جوعانين عطشانين تعبانين ما عندهم عيشة، والله موبايل عده جابه بالقصد واللي هسه لحد الآن ما موفينه، ليش؟ ليش تحرق أنت وأنت احترفت على روحك؟ احترفتي أنا متعمد وأنا الحرق، أنا هسه هم قاعد يعلفون علي ياكل ويشرب، وإبراهيم هاوين التراب علي وجهي. حجي حجي هذا هذا اللي وزع يريد اللي بيهم يوزعهم بالمكانات. هذا مدعي. عمر. لاك يأشر لا يأشر. هذا ابو البلكيسي والفوكا يطي 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 هذا يطي اشاره للمظاهرين. شوف وين ما طاب ابو البلكيسي مالي، هذا خيس الخس علي يقول انا بالوطن، هذا وش هذا كله طاعت علي متولد. يعني كون هي سال كتل المظاهرين الشباب الراحة هيجي كون يقتلونهم، ليش يخلونهم انتم قاعدين؟ مين هو يعني شنو غريب جاك من يا دولة جاك وانت تحرق؟ والله لا جتنا عشائر واحتدروا من عندنا ولا حكومة جتنا. إبراهيم ما أدب ما يطلع ولا يمشي، إبراهيم والله كل الناس تعرفه رجال ما أدب، إيه ولا بالبيت من دون الجهال هو يعني هادي ما طلع ولا أول يوم صقد الجمعة. يوم شو سوى إبراهيم طلعت الظاهر؟ قال شلون ما أطلع ظاهر؟ إحنا نريد إنه وطن، إحنا هسه قاعدين عطالة بطالة كلهم شباب، هذا شوفه صار فوق 30 سنة ماكو زواج عندي، شلون يقول أتزوج وأنا ما عندي ولا ألم؟ ما أمكن شيء، هذا الأصغر منا تزوج هسه وعنده 2 ولد، وهذا هذا إبراهيم هم شاب وراح وهو ما عنده شيء، غير يظاهرون كم يعني علش ليش ما اللي ظاهر غير يريد حقه، يريد له شغل، يريد له وظيفة، يريد له شيء. تطرى زواجه والله قرفت ذيك مؤسسة. سرد يحرق قلب أمه مثل ما قلب احترق، بس هاي أطلبها من الحكومة ولا من الشباب المخول، وتمشي الشباب وصاحب وسوى إبراهيم إيه ولا ما عنده كلام شيء، لا عنده راتب وهذا لا عنده راتب، هذا لا عنده راتب، ثلاثة والله العظيم ما عندنا أي راتب ولا أبوهم، والله العظيم أبوهم رابحهم هم هذول 2 وذاك الثالث راح، وأبوهم أصلا شيء ما طاب لنا من الحكومة، يشتغلون عمالة حطوا هاي منا ومنا وسووا كان قطعة هاي تاهة، اشتغل ها صار انزلق بظهره قاعد على الطالب الطالب ضالين على الله، شلون كل من يقول شلون عايشين شلون جايبين مدبرين عيشتكم، والله يدبر. لا والله لا أحد جانا ولا أحد قال وين رحتوا ولا جيت اصلا ولا واحد اجانا، احنا خبرونا الساعه ب8 وطلع ثلاثة بالأربعة طلع وما رجع، منا بالسبعة خبروا علينا خذوا المركز جواد خبروا علينا قالوا هذا على رقم تليفونه ماخذينه، خبروا على ابوه
والله تجون للمركز. مشينا انا وجواد للمركز. قال جواد لما لا تخافين هو بالسجن. كاذينا ظاهر وطبوهم بالسجن. خوت قلت له بالسجن وش عارف مسووا؟ كلها ظاهر بس ابراهيم طبوه للسجن. طبيت انا قبل المركز دفعت الشرطه وطبيت. بس ما لصقت بالسجن والله. لما الضابط حاج جواد طاس صوره قال له هذا هو اخوك. احس جواد بكى. قلت بكى على غريب مسجون وبكى علي طبيت انا قبل بعد. كظوني قال ارجع وقال هو ميت ميت. طقيت روحي على القاع طقيت روحي على القاع قالوا كظوني تبون بالسياره. قال مشينا الطب العدل. مشينا لقينا ابراهيم شوى من الدخان خانقه بالمكتب. روح ويا الجارح والهم يعذبها بعدها تنوح ما خلصت مصايبها. حكومة نطلب منها يعني يساعدون هاي القاعدة عطالة بطالة براتب وبظيفة بأي شيء. وأنا أول شيء أطلب بس كون هاي إعدام هذا حسين شو اسمه طشر. هذا طلبنا مو بس ابني يعني كل اللي الشباب الراحت كلها هي ولدنا وكل هؤلاء عشاير. يعني نطلب منهم يكون اي واحد الكتل المظاهرين يكون يقتلونه مو بس ابننا. ومثل ما ابننا ابراهيم ضلع كم اولادهم لانه محترقه قلوبهم مثل ما محترقه قلوبنا. ليش انتم تدبونهم بالسجن وتعلفون عليهم؟ عاقبوهم حتى بعد ذاك الثاني ما يسوي شيء. لا والله لا حكومة جتنا ولا شيء. بس ها انتم اول مرة انتم جيتون ما حد جاء ما حد قال وين رحتوا وين جيتوا شنو السبب ما حد جان. قال هو قدم نفسه للوطن والله شهيد للوطن. اقول لك شباب تريد عيشة وتريد رواتب تريد شغل تريد عمل اي شغلة هم يشتغلونه بس ما حد نفذ لهم. راحوا هل توهم اجوا للدنيا والله راحوا حرامات. حاولت ما خلنا ناكل حتى لو ناكل تراب بس خلونا نقعد ونسكت كل شيء ماري بس كون سلامتكم. مشى يوم الجمعة ورا السلامات وانه بيوم السبت حصل نشوف يعني يجي للبيت كل شيء ماري. هذا اخوه عطال بطل حتى زواج والله ما تزوج. هذا هم قاعد هم عنده اثنين ولد يفكر بروحه يفكر باخوانه. الشباب تطلع هسي انت شنو لك بيها اياها؟ حتى هاي المال تطفي منعوها. ايه الاطفال متعمدين هم متعمدين انهم يموتون. كتل بالشباب توها جايه للدنيا.